جوك على 93 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. مساء الخير يا مرحبا بالناس الكل اللي معد موجود علينا وين ما كنتوا بونشو تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 93.3. هكا نجيكم كيما العاده كيما كل يوم من الاثنين حتى للخميس من توا حتى للسته نتاع العشيه وين سواعتين نكونوا فيهم معاكم انتوما بالصحه الترفيهيه بالصحه الثقافيه بالصحه الجبائيه الموسيقيه هذه كل تلقاوه في جوك على 93.3 مع اكيب كامله باش تكون مأمنت لكم الحصة. وأيضا ما تنسيوش الربح كيما كل يوم معنا ما عليكم كين تكلمونا على أرقام الهواتف نتاعنا 70 035 120 70 035 120. الجو نتاعنا سهلة تعودتوا بها أجوبة وأسئلة في الثقافة العامة وفي الصحة أون جينيرال وعندكم أكيد كادوات للربح. تحية كبيرة للسبونسور نتاعنا الكل قد ما نشكروهم وباقي شوية اللي ديما مأمنين لكم أحسن الكادوات. تحية كبيرة برشا برشا البي جي أوبتيك اللي مأمن لكم أن بون داشا بقيمة 150 دينار بديلاف كوزميتيك ريستورون بيتك أيضا بارا فارماسي تويلي ميديكال. أيضا تحية كبيرة للفريقي جي اس ام وريتاج بيجوتري ريتاج صابر بن سعيد اللي تأمن لكم قطعة ذهب تعمل 66 كيف على كيف كيفكم. هذه كله أكثر معكم أنتم وكما العادة مع أكيب كاملة. تحية الأمنة بوخيت قائدة السفينة الجميلة أكيد في الإخراج التقني معنا زميلنا شكر في الديجيتال والإخراج الفيزيويل وللناس اللي قاعدة تفرج علينا فيا فيسبوك ومعكم نور بيجي من قدام الميكرو كما العادة حفيلي إن شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير لكيب ملمومة كيف ما العادة. وكل عادة نحب نرحب ترحيب كبير برشا برشا بسيدنا العزيز سي شكري القداح. يا مرحبا سي شكري. مرحبا نور ومرحبا بكل متابعي إذاعة حياة فام. نورنا. برنامجنا فيه المعلومة والضحكة أكيد خليكم معنا حتى احنا رانا معكم. هذا أكيد أكيد جدا. مرحبا بك أستاذنا العزيز ديما معنا تتحفنا الحقيقة في الصحة الموسيقية والتقاطق الحلوة اللي بعد شوية باش تحفنا بها وكل يوم أكيد معلومة حلوة فيما يخص الموسيقى. أيضا زادا كي نحكي وكلام حلو مزيان وحكاية فوندو زادا نحكي على حمزة بالشيخ. ومرحبا بك حمزة. عسلامة الناس الكل مرحبا بكم. اليوم نهار جديد وحكاية جدد وبرشة تشويق خليني ما نحرقش للفيلم حكاية مزيانة على الأخر. ومن حتى حكايتك عملت البوز البارح عملت البوز اش قالوا لك النساء العائلة معنا البارح يلوموا لا لا يلوموا فيا كيف يقول لك لا قلت لهم أنا صلحتها في الأخر قلت لهم راهو ربي صحيح رجل العظيم امرأة فاضلة زاد يعطيك الصحة. هذه سيدي مرحبا بيك ودائما مشوقنا بالحكايات نتاعك سينون زاد رحبوا برشا برشا بأستاذنا اللي نحن الفوبي من الخلاصات وحسننا العلاقة هكا مع الخلاصات في الدولة والعلاقات الجبائية والصحة الجبائية أكيد مع أستاذنا سيبراهيم الشايبي. مرحبا بيك سيبراهيم. أهلا نور. مرحبا بيكم. مرحبا بالسادة المستمعين. إن شاء الله اليوم نعطيهم معلومة جديدة مفيدة أكيد اللي مش تفتح برشا ناس وتخليهم معناها يقوموا بوجباتهم الجبائية. احنا مساء باش نطمنوا الناس ونوريهم كيفاش يقوموا بواجباتهم الجبائية من غير كونترانت من غير حتى صعوبات خاطر الأمور تبدا مبسطة وسهلة تولي أوضح وأسهل للمواطن المطالب بالضريبة. هذه هو صح. شكرا. احنا اكيد باش نبسطوا لكم المعلومه دائما تعاودوا بينا فقراتنا باش تكون متعده وايضا بعد شويه تستناو التور دو تابل هكا تلمت الاحباب وكيما العاده كما كل يوم احنا طريقتنا باش نشارككم معنا في الميسيون نتاعنا انه بطريقه هكا موسيقيه تنجموا تختاروا معنا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها في اخر الحصه وحمزه بالشيخ يعمل دورته كما العاده على ليكيب الكل ويختار لكم 3 شونسون ومن خلالهم انتم تختاروا الغنيه اللي تحبوا تسمعوها في اخر الميسيون. اعطينا خويا الاكستريلو.
قلبي ازاي كده ريحتي عارفه رومانسيه رومانسيه هابطه الايامات كيما كيما الروشتيل كيما الطقس اللي قاعد ساير برشا رومانسيه الايامات هذه انسه ليه ليه في بالك هي معناها عنوان الرومانسيه في هي زميلنا احمد الشفا احمد تامر حسني انا وليت انا مش نولي نعيط له تامر حسني ما عادش احمد يحب تامر حسني كيما انا امين يحب كيما حتى سيف زاد يحب تامر حسني تعاو ميلان واختيار مشترك تري بيان لو تنجموا تفوتيو عليها تامر حسني مش انا انا ولا مش انا هكا ولا مونتاك هذه على الشكل هو شكل وانا عسل الستيل بتاعه شكل ياسر حلوة وتمشي مع المود ومع الطقس اليوم ومع الاجواء الحلوة برشا برشا لو تحبوا تسمعوا مونتاك اكيد نجموا تفوتيو عليها على الباج اوفيسيال نتاعنا وتلقاو بوبليكاسيون ومن الحين طاير 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 الهواء طاير طاير الريح اللي لبرا عاصي الحلاني من اجمل ما غنى effectivement الهواء طاير هي اسمها الهواء طاير طاير ولا الهواء اي الهواء طاير هذه هو اختيار كان الامنه نصور امونه بيسو لا اكزاكتومون اختيار حلو برشا برشا تحبوا تسمعوا اخر ليميسيون اكيد ما عليكم كان فوتيو عليها في اخر حصه على الباج اوفيسيال نتاعنا الحياه اف ام احنا الحقيقه فرحانين برشا اللي دائما ملمومين معاكم ودائما معاكم بالمحبه بالمعلومه بالكلمه الحلوه ان شاء الله هكا نكونوا قاعدين نوصلكم في الموجات الايجابيه وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا فكره نحبكم في دياركم في الجو الكوزي هكا والهومي كما نقولوا في دياركم احنا هكا معكم دائما بالموزيكا زاد الحلوه تتفيت ورجعينا تتفيت التور دو تابل وقيد التور دو تابل رجوغ على الحياة فهم ومرحبا بالناس كل معضلة موجتها لينا احنا مكملين معكم مع شويتنا حتى الستة متاع العشاء دائما لقيت هذا نتلموا ونحكي في موضوع في التور دو تابلا تسويت التور دو تابلا وقيت التور دو تابلا اليوم العالمي للماء 22 مارس نحتفل باليوم العالمي للماء باش نعطيكم حقائق علمية ومعلومات عن الماء بالأرقام أي سيدي شدوا عنكم يشكل الماء 0.07 فقط من كتلة الأرض و 0.4 فقط من حجم الأرض لهنا أنا مش نحكيه على الماء اللي نشربوه خاطر الماء فما حوالي 1.7% من مياه العالم متجمدة وغير صالحة للشراب ويغطي زادة حوالي 71% من سطح كوكب الأرض أيضا ما يقارب 700 مليون مواطن صيني يشربوا مياه ملوثة يفتقر واحد من كل 9 أشخاص حول العالم إلى مصدر مياه محسن يحتاج السكان في أفريقيا وآسيا إلى السير لمسافة 3.7 ميل أو 6 كيلومتر للحصول على الماء أكثر من مليار شخص حول العالم ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى المياه العذبة ايضا نكملوا في المعلومات نعرفوها المعلومه هذيك نتاع الماء هو سائل بدون طعم او رائحه سا ديبون لوكازيون سا ديبون الوقت ساعات يولي فيه طعم ورائحه وكما قلنا هو يغطي حوالي 71% من سطح كوكب الارض ايضا اكثر من 80% من المياه الصالحة للشرب على كوكب الأرض موجودة في القارة القطبية الجنوبية رغم أنه الماء يغطي أغلب مساحة الأرض إلا أنه حوالي 85% من سكان العالم يعيشوا في الجزء الأكثر جفافاً في الكوكب عنا زادة بحيرة بايكال الروسية هي أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم وين يبلغ العمق متاحة 1642 متر وهي تضم أكبر حجم للمياه العذبة السطحية في العالم هذه في روسيا أيضا أشارت دراسة علمية لأنه الغلاف الجوي للأرض يحتوي على كمية من المياه العذبة أكبر من جميع الأنهار الموجودة على هالكوكب كما قلنا بشنا نجوز
شفت معلومات زادة وحقائق جغرافية على الماء. نسبة الماء المياه القابلة للشرب حول العالم هي فقط 1%. 90% من المياه العذبة في العالم موجودة في القارة القطبية المتجمدة. 20% من المياه العذبة غير المتجمدة في العالم موجودة في بحيرة واحدة وهي كما قلنا بحيرة بايكال الروسية. هذو ما الحقائق كانت حاب نزيدكم نمشيو هكا شويه للخصائص الكيميائيه وين ادي قريناها. نتفكر يتكون الماء من زوز ذرات الهيدروجين وذره اكسجين واحده والرمز نتاعو الكيميائي اللي هو H2O. معلومات هذه غير متوقعه عنا على الماء اللي الانسان ينجم يعيش بدون طعام لمده تقارب شهر كامل ولكنه ما ينجمش يعيش من غير ماء سوى لأسبوع واحد فقط. في حقيقة أخرى الإفراط في شرب المياه ما هوش أمر صحي كما يظن البعض حيث أنه هالسبب هذايا فيما يعرف باسم تسمم الماء وهي حالة صحية تنجم تؤدي إلى الوفاة. معناها الكليشي متاع اشرب الماء على بعضه يقولون اشربوا برشا ماء وبدل سيرتو معناها النوع تاع الماء صحيت اي اشرب الماء اي اما تكثرش برشا من شربين الماء ما يقولوا به شربين لا مش لك الدرجة اللي احنا عرفت يمية يسيبوه عرفت يقولوا راني نشرب برشا ماء يقولوا حاجه باهيه ما بيان سور يقولوا اي تشرب برشا ماء اما مش برشا ماء تغرق بالماء اللي تشربه صحيا راه مصح به مش اللي يجي قالوا صحيح اكيد اكيد كيما قلنا الافراط لهنا نحكيوا على تستعمل دواء ادويه لطف عليكم على المستمعين تستعمل ادويه لو دي هذيك تمر على الكلاوي صحيح يجب تشرب برشا ماء باش تتخرجك السموم حشاكم اكيد من الكلاوي وتقعد في ساعه معناها صحتك جيده سينو تقع معناها ترسبات في الكلاوي والسموم هذيك تنجم تاثر وتخلق لك حاجات تضر حاجات اخرى دونك معناها هو صحيا ومربوطة زادة سي إبراهيم تصديقا لكلامك بنوعية الماء اللي باش تشربه زادة أكيد فهمتني مش كيما معناها باش تشرب ماء معدني باش تشرب ماء في هو راهو كيما قلت أنت تنويع المياه خطر المياه اللي احنا جينا من الشيشمة وكذا هذيك منصوح بها خاطر فيها نوعية من الحاجات اللي تفيد بالأذن والمياه المعدنية عندها دورها دونك منا ومنا نشربوا طريف منا طريف منا بالضبط الماء كما قلنا موجود بنسبة توصل 60% في أجسام البالغين وأكثر من 75% من أو في أجسام الأطفال. خلينا نحكي شوية توا هذوما أنا اللي شوكيوني توم بعدي كان أرجعوا لهم هاك الأرقام اللي أعطيناهم قد شوكيت نور في شربين برشا ماء الحقيقة كيفاه معناها تكون راهو نعاود نأكد لأن نحكيو على الإفراط في شرب الماء وأونتر غيومي راهو الإفراط في أي حاجة مش به الإكسي لأن نحكيو على إكسي نتاع شرب نتاع ماء شرب الماء برشا به أما الإفراط راهو ماهوش به في أي في أي في أي حاجة من بعد كي نرجعو كما قلت للأرقام اللي الحقيقة هو ماهوش شكوم خاصة نلقاو راهو احنا في مدينة القيروان عندنا طبقات صالحة للشرب من أحسن الطبقات المائية موجودة وعنا معتمديات ما يصلهاش الماء عندنا معتمديات انسى يعني بحذاهم البلايص مازالوا يعبيو بالبيدن عباد صحيح تخرج في الماء وعبيو حشاكم مع الزوايل باش يجيبوا البيدن الماء وباش حتى الماء مياه معناها ما فيها تخرج فيها كبستحمر فيها كتراب الاحمر وفيها كذا معناها مش بيها فلتري هذاك كيما الحاجب الفريق الحاجب عنده مشكله معضله بالحكايه هذيا لا عليه الحاجب برشا الحقيقه معتمديات اللي مشكله نحكيو على 2022 الناس مازالت ما تتمتعش بالمياه الصالحه للشراب ما عندهمش رابط للماء حفوظ مثلا عندها طبقه مائيه بالحق كاليتي مش نورمال بالحق يحكيو معناها حتى في شو قول يا ربي معناها في الكونتيتي اللي تصير وكل شيء في الكاليتي هذيك والتصنيع نتاعو معناها الطبقه موجوده وقال لك تعيش وتعيش معناها اجيال اجيال بار كونتر تو مثلا تو في الحاجب وفي بلايص اخرى كما الحاجب ثم الحفر العشوائي للابرار اثر على الميه المائيه بيان سور هو معناها جماعه الحاجب صحيح احنا نتضامن معاهم باش يكون عندهم معناها ماء نظيف فهمتني على السنتاج هاي هاي
ما يسمى هذا يعمل وعي وتولي ثم أي فما دراسة معينة تتعمل باش تحفر وكذا ما بالحق كيف كل تسير الحفر العشوائي الأبار لازم يكون أوتوريزي شو كي كراو صح هذه هو إسبيرون إن شاء الله اللي تتحل هالمشكل هذه إحنا ديما نقول ونقول إن شاء الله تتحل مشكلة مشكلة الماء في قروينا على قريب سينو باش نكمل بالحقائق شكون شكون يرقد بحذاها كويس ما في الليل انا يوميا دبوسه نقوم الصباح ما نخلي فيها شيء دبوسه مسكره تكون دبوسه مسكره كما شكون هكا يحط كيس ماء بحذاه كيس ماء مش مكشوف دبوسه لا دبوسه غير منصوح بها كيس ماء مكشوف غير منصوح به يعطيك صحه على خاطر لهنا يولي الماء عنده مطعم قديم او عفن يعني وقت اللي نخليه كوب الماء مكشوف طوال الليل علاش لانه الماء يمتص ثاني اكسيد الكربون من الهواء يعمل كل كيما نقولوا احنا المطعم الغافف هكا حتى زاد الاسباس يكون عفير عفكم الله مجرثم ساعات تطيح فيه حاجه بكتيريا ولا ما شنو تكون معناها ضاره للجسم والبدن صحيح حقيقه معناها كيما قلتش نرجع نعرج على الارقام اللي قاعده نغزر لها اللي باغ اكزومبل يفتقر واحد من كل 9 اشخاص حول العالم الى مصدر مياه محسن كما زاد السكان افريقيا اللي لازمهم يمشيوا 6 كيلومتر الحقيقه هذه سمشوك فعلا خاطر احنا ديجا عنا نفس الاشكاليه ولكن مالوغوزمون مازلنا نحكيوا على اشكاليه مياه صالحه وخاصه نحكيوا عليها في فصل الصيف وقت اللي يكثر استعمال بيان معناها الناس من بعد عندها اكسي للماء باش تشرب مش حتى باش تدوش معناها ولا باش تغسل ولا باش تشرب يا اخويا حتى انسان يلقى اشكاليه باش يلقى حاجه اليوميه للضروره الحاجه اليوميه باش يقضي ضروره برشا تبذير انا نظن في برشا اماكن معناها تبذير كبير ما يخليش شيء معناها تمشي يبدا تلفت الحدث ولا يغسل معناها في يديه باش معناها ماشي احساس بالمسؤوليه ولا صحيح النعمه هذه صرت النعمه باي شيء معناها الماء عنده راهو اذا نعطيه قيمه يخلي هو ماء هو معناها الحياه فهمت الماء منبع الحياه منبع الحياه صحيح صح لهنا سي ابراهيم وجماعة الكل يعني قبل كنا نتفكروا فما حملات تحسيسيه تجي في التلفز الوطنيه كل صيف وقت يقرب هكا الصيف حملات تحسيسيه على الماء ردوا بالكم على الماء سلوغون احفظناه الناس الكل راي الماء ثروتنا المائيه نتاعنا الكل حافظوا على الثروه المائيه ما تخليش السبيله هكا تمشي نقص من الكونسوماسيون نتاع الماء راهي كنتي والغيرك هذا الكل نقص نتذكر فما حملات تحسيسيه بحق نحن صغار كانوا يجيبوهم دي سبوت بليسيتير في التلفزه الوطنيه كانوا تتذكر وقت اللي هي نفكرها بالقدي السبوت وقت اللي هو يغسل في كرهبته وبنته في الدوش وولده ومرته تغسل في الماعون والناس الكل سودان معه هكا يتقص الماء على الناس الكل وكنت والله بالحق معناها كنت انه تحسها نعملوها ساعات في تلقى شكون يغسل في الماعون وشكون هكا يدوش وشكون يغسل في الكهرباء سي بون كهو معناها حتى الماء يضعف يعطيك صحه معناها ما عادش نشوفوهم النوع هذا من الحملات التحسيسيه واللي حتى الجينيراسيون جاي ما تعرفش خطوره الامر انه راهو كي باش ينقص الماء فما اشارات تهديد انه بالطبقات المائيه بدات تنقص معناها هذا سي شكل هو ربي سبحانه وتعالى ايش يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي باهي اش نبدا بالنقطه الاخيره اللي كنت تحكي فيها كنا قبل يا نور في الديار العربي كان فما البير والماجل وفما الماجل معناها كل دار التوى موجوده عندنا تلقى فيها البير وتلقى فيها الماجل صحيح والماجل خاصة الماجل للغسيل هذاك يغسلوا به ياخذ مياه الامطار باه وكانت فما عدة معناها اشغال شاقة واحنا صغار برا جيب الفتاشة من عند دار امك لطيفة امشي تسلف الفتاشة برا ساعات تلقى الراجل الكبير لا ما عندناش فتاشة نرجع لامي يا ما لقيتش الفتاشة تقول لي شكون هذاك نقول لها راهو عمي فلان اوه تقول لي وصل هو غني في الدار خلي حتى لين يخرج يقول لي ما عادش تبعثني حسيلو يعني باش نفهموا العائلات وكانوا يصبنوا بماء الماجل اي صح الغسيل الكل الغسيل الكل كل نظافه وكل شيء بالماجل
تبدلت الحياة يا نور. تبدلت الحياة، واللي بدلها أكثر الاضطراب المناخي الكبير اللي صاير في الكرة الأرضية. صحيح. باهي، فما احتباس حراري كبير. فما كما قال مناس إبراهيم، حفر عدة أبار عشوائية. راهو شوف، راهي الدولة وقت اللي كانت موجود، معناها الدولة وقت اللي تبدأ واقفة هي وتردع، كانوا يخافوا سي إبراهيم ما يتحققش الناس. أكيد توا الناس أنقب وما يهموش. دونك المائدة صار نور، المائدة المائية في خطر. يبدو أنه في سنة 2050 باش تكون بداية تاريخ عنوانه المياه. القطب الشمالي كما حكيت انت بكري نور، قلت القطب الشمالي والجبال الثلجية بتاع المياه العذبة ماهيش مضمونة كمخزين كمخزون للمياه العذبة. علاش مش مضمون؟ لأنه نشوفوا الآن انهيار، ويعني عدة يعني الصخور الجليدية موجودة توا ويعديه قداش مرة يعديه الجبل الكامل يتيح. دونك هذاش باش يولد، هذا باش يولد معناها حرب. حرب المياه. والآن في 2022 توجد عدة مؤشرات لبعض التوترات بين بعض الدول، سببها الرئيسي الماء. دونك احنا رانا قادمين لمرحلة تاريخية مهمة في حياة الشعوب، معناها ما عادش سلاح وكرتوش ونووي، معناها توا الماء، حرب على البقاء وعلى الماء، على البقاء. دونك احنا يا اما نفهموا الوضع كما كان يحكي حمزة، وتكون الناس واعية انه راي ماشية معناها ماشية لما لا يحمد عقباه، سينو اذا كان الناس مش باش تكون واعية، خاطر نور ما استحقوش باش يذكرونا. نورمالمون هذا وضع مهم في حياة الانسان، وكما كنت تحكي 7 أيام دراسة صحيحة، اقصى تقدير 10 أيام ما غير ماء، معناها يموت البشر، والبشر جسم البشر فيه نسبة كبيرة ياسر من الماء. الإنسان كما قال ربي راه في القرآن، راه الإنسان تحس سي إبراهيم فما عدة آيات تذكر لنا، حمزة كان تستحضرش بعض الآيات، أنه الإنسان عدو لنفسه. فهمتني؟ أنه ما يقدرش الظروف، يعني حتى في النص القرآني واضح، يلزمنا نستحضوا على الماء وربي يسترنا، وربي احنا ساعة فرحانين ونشكر ربي سبحانه وتعالى يا نور أنه ربي أنعم علينا بالغيث النافع. الحمد يعني نهارين وثلاثة أيام، يعني في خلينا نقولوها حتى في قالب نكتة، في 90 دقيقة في 90 دقيقة صبت المطر رحيم، وهذا وشوفوا المطر هاد يا سي إبراهيم، يعني لا فما حجر لا فما حد شيء. الحمد لله، معناها هذا نشكر ربي ونصليه ربي ونسجدوا له وشوية والحمد لله، وإن شاء الله ربي يحفظه. بالضبط، هاني هو يعني اليوم اليوم العالمي للماء، هكا ان شاء الله حتى ساهمنا بمقدار ولو حتى صغير في التوعية بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. تفضل سي إبراهيم. هو الدول فهمتني تعتبر الماء يدخل في الأمن بتاعها، فهمتني؟ أكيد. انت شوف الحروب في الشرق الأوسط وفي غيرها ما بين إسرائيل والعرب، مكسر الحروب المائية معناها باش تفك الماء باش تجوع الشعب، فك المنابع. الدولة يجب تسهر على الحفاظ على المنابع باش يكون الأمن متاحها المائي محفوظ 100%. هو سي إبراهيم الأمن المائي والغذائي بصفة عامة، ما هو الغذاء يخلق الغذاء، هذا هو الغذاء منين يجي؟ من الماء. بالضبط، هذا هو يعني ان شاء الله حتى كما كنت نقول ساهمنا ولو حتى بتوعية او بالإفادة على الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، راهي ثروة المائية نتاعنا، ثروتنا الناس الكل نحافظوا عليها، وهذيك امانة في دينا باش نوصلوها للاجيال الجاية وجاية وجاية وجاية. واكيد الماء اتقال الحياة. هذه كانت التور دو تابل بالنسبة لليوم. التور دو تابل كلمة وحكاية.
كلمة وحكاية. أهلا معكم في جوك على 93.3 ومرحبا بالناس كل معضلة موجودة علينا، مكملين معكم دائما بالكلام الحلو وبالحكايات المزيانة. تصفيت في كلمة وحكاية بعد الطلب الجماهيري والنجاح الكبير اللي حققته أكيد دائما وقت حقه حكاية حمزة بالشيخ يجينا كل يوم بحكاية أخرى تمتعنا. مرحبا يا حمزة. عسلامتكم الناس كل، مرحبا بكم في هالوقية. مرحبا سي إبراهيم معانا اليوم بسمعوك حكاية اليوم جديدة، وإن شاء الله سيد المستمعين يكونوا بالحق تمتعوا بالفقرة هذه، خاطر فيها برشة بحث وفيها برشة متعة في البحث. هذا مش جديد عليك صح؟ برافو والله. بيانسير والله. حسيلوا كلمتنا وحكايتنا اليوم مش نحكيه على سراقة الحيمة. شكوني هي زعما صغير لحمة سرقة اللحيمة القطوسة زعما شكون موسيسي ولا شكون ولا عش يحكيه على راجل كل سوق يمشي يشري قلة جديدة حتى نهار قال له البياع بالله سامحني يا أخي اش تعمل بالقلل؟ قال له كل جمعة تشري واحدة راك. قال له القلة متاعك رايك تقدام تولي تاكل في الحم. قال له نعم عجب، كيفاه القلة تاكل الحم زادة؟ هذه عمري ما سمعت بها. قال له راسك هذا اللي صار، مرتي تعبي القلة وكي تطيب فيها تلقاها ديما ناقصة الحيمات. الحكاية ما دخلتش مخه، خمم منها. قال له تعرفش كيفاه؟ أتو نعمل روحي أعمى وانتي ضيفني عندك في الدار وخليني نتفرج من بعيد وأنا نجيب لك التاكزة. بالقلة جديدة واللي خرسي وخينا بعد مشوار جاب جرته دق الباب ضيف الله جاء مرحبا بيك تفضل فرشولو في وسط الدار. وصل مراع الراجل كبير وذرير ومشى يتوضى سي وخينا وبعد تخلي يصلي في البيت. أي المراة نصب الحم في القلة يطيب على الحطب في التركينة الأخرى متاع الدار، وهك الشيباني يقلب في عويناته من تحت لتحت. حملت هكا قامت في يدها عود اللي تحرك به في النار وبدات تقرب له فيه هكا العينيه، العين اليمين وبعد العين اليسار، وهو قاتل الغرزة سي وخينا ركز عينيه في القاع تحريك لك ما نقوله. أي مشيت تجري للقلة نحت لها العجينة من فمها وبدات تجبد في الحيمات المعسلين الذيبين وتصرت فيهم سرطان. ولدها الصغير بحذاها يغرد بحذاها ما عطاتوش مسكين يبكي وكل شيء يا ناري. وبتكلات رجعت العجينة الفم القلة ومسحت فمها في حوايجها. قالها الضيف يا بنتي ايش بيه ولدك يرغي؟ قالت له ايش باش نقول لك يا بابا، هالطفل فيه صنعة مشومة يحب ياكل الوذنين من قبيلة، يحبني نحيلك وذنك ونعطيه له ياكلها، وانا حرت كيفاش نسكته. هو سمعها كل كلام طول طبس على بلغته وقال فيها حت سمع مولى الدار الطبطيبة الباب. قال لها يا امراه ايش بيه ضيفنا وين مشى؟ قالت له كل شيء بالضرير اطلع قطعي كبير سرق جبين وسلم لها الطفل المسكين. خلطت الراجل يجري وراها الشيب ويقول له عليه هكا عليه بكيت طفل اعطيه حتى هكا يقصد الدجاجه. ياك الراجل يجري ويقول له نستي يعطيني عاطية مرتك وكيل وكيل الوذنين قصهم لي الاثنين. قال له هذه معناها الحكاية الكل في جرة المرأة. في جرة المرأة هو الراجل يمشي كل جمعة يجري يقول له باش يطيب فيها اللحم كما نقولوا وتعمل كل ما تطيب القلة هذيك تجبد لحمات وتحل القلة بالعجينة هذيك وتعود تسكرها. وقت اللي تحلها قدام رجلها تلقاها ناقصة، تقول له راي القلة راني كن نحط نطيب فيها نحط أربع لحمات تلقاهم لحمتي. يا سبحان الله. هيك هو الراجل هذا قال له هاني مش نعمل روحي أنا ضرير ومراشي وندخل بعديك كذا للدار وكل شيء. عاد المرأة كانت أذكى برشا بارك الله مديم تسرق في الحيمات. نتصور تو كانوا قبل معنا يصيروا حاجات كيف من هكا يصيروا ترايف بيان سور. هي راي خرافة معنا نديمة من باب الخرافة
واليوم حابين ندخلوهم من باب الطرفه نجيبوا صحيح. حاجه هكا يتفاعلوا معها هذا المشتري. اه والله كانوا يصيروا انه نتصور يصيروا يصيروا. شوف لي زكتيفيتي ما فماش برشا وديما يعني حتى الذكاء على حاجات بسيطه صحيح. جدا صحيح. والله صحيح. الور الكرياتيفيتي تلقاها محصوره ديجا في حاجات تولي تضحك. الوغ اما حاجه مزيانه اللي نسمعوا هكا كلام ديما كل القديم على الحكايات القديمه وانت ديما يعطيك صحه في الغشاش الغشاش ديما تعملها كل يوم حقيقه خاطر ماهوش سهل راه واحد انه يعمل غشاش ويسال ويبتبت على الحكايات القديمه وكل شيء الوغ يعطيك صحه على الفهم تاعك على فكره المساعتين نتاع الليل ولا وانت تكتب ولا حتى بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا حمزه يجيبها مكتوبه راه الحكايه كامله دو ا جوسكا زيد الحكايه كامله يشرش عليها من عند نعملوا تليفوناتنا ونعملوا كذا ونحلوا كتبنا ونشوفوا كذا ونشرشيو ونجيبوا لكم ان شاء الله بقدره ربي كان المعلومه نحاولوا نجيبوا لكم المعلومه الصحيحه ان شاء الله. فوالا هذه هو وديجا ان شاء الله يعني البروفيل هذايا وتيك برشا برشا حمزه بالشيخ ان شاء الله في رمضان نشوفوا في حاجه حاجه جديده ونخليها لكم سوربريز كيما عودناكم وكيما عودتكم بالاحرى. فوالا انا نسبب تكون حاجه حلوه برشا برشا من عندك توك يقرب رمضان نعطيهم هكا شويه فلاش لا ونعطيهم تشانتينا باش يطلعوا ايوا ايفيكتيفمون سي يعطيك الصحه اللي دائما معانا وبحكايتك المزيانه هذه كانت كلمه وحكايه كلمه وحكايه يلا مكملين معاكم دائما بالموزيكا اكيد توا 5:24 دقيقة نسلموا على الناس الكل اللي قاعدة في كراهبها مروحة في ديارها احنا معاكم حتى الستة متاع العشية على الحياة فهم مع نور من الاربعة للستة كاملين معكم دائما في جوك 93.3 وقيت نحكيو صحة جبائية تو سويت في اشليك واش عليك ايش ليك واش عليك واش عليك اليوم باش نحكيو على اجل ايداع التصريح الجبائيه معك انت استاذنا العزيز ابراهيم الشهيبي مرحبا رخص ابراهيم شكرا مدام نور اليوم باش نحكيو على اجل ايداع التصريح بالضريبه على الدخل والضريبه على الشركات معناها التصريح اللي تتصب كل عام مش معناها الشهريه نحكيو على التصريح السنويه به. أول تصريح تصب هي التصريح بعنوان الأكريا كل واحد عنده مداخيل عقارية سما كريا يلزم يصرح بالمداخيل متاعه قبل 25 فيفري من كل عام سردات فيكس هاي الأجل الأقصى هذي معناه هو ينجم إذا عنده مداخيل عقارية ينجم يصرح بها نهار 2 جانفي 3 جانفي 10 جانفي أما آخر أجل هانو 25 أجل الأقصى هو 25 فيفري وأنا ننصح كل معناها واحد عنده كريا ما يقعدش لآخر نهار في الدقيقة 90 يمشي يقرحوا معناها شد الصف وينجم يغلطوله ما عادش ينجم يصلح دونك يمشي يصرح قبل هذا نهار 20 فيفري 15 فيفري يصلح يصرح سامحوني اذا كان معناها ثم غلطه على مستوى التصريح وكذا نجم يصلح معقول ويرجع يصب ورقاته في الاجل ما يتخطاش اما كي يمشي في الدقيقه 90 نقول انا 25 فيفري هي ما مش يخطي يقع غلطه ما نجمش يصلح ويرجع غلطه مش تقولوا عليه خطي دونك معناها الواحد يتعلم حاجات باهيه اول انسان يمشي في متسع من الوقت العون اللي مشيخه مع تحياتي في زملائي في القبضة المالية في جميع مدن الجمهورية يمشي في الأجل المتسامة الوقت العون يلقاه معناها تلابيه ينجم يرجده ينجم يقوله ليه هذه غالطة برا بدلها يصلحها ويصب التصريح متاعه في الأجل على خاطر انتك تصب التصريح متاعك خارج الأجل ينجم يحطوك في المراجعة يثبتوا عليك شبيك على شكك فهمتني الاجل الثالث الاجل الاخر يهم الشركات ثم الشركات مختلف انواعها على خاطر ايش نقول مختلف انواعها على خاطر بعد باش نلقاو على مستوى الاشخاص الطبيعيين مش نلقاو التاجر والصناعي وكذا الشركات مهما اختلف نشاطها والمجال اللي تخدم فيه عندها يلزم تصرح قبل 25 مارس تصب التصريح يسمى تصريح وقتي معناها تعمل التصريح نتاعها تمشي تصب تصريح وقتي وعندها 3 شهور باش تثبت حساباتها
وتعطيه الكوميسير كونت اللي عندها كوميسير كونت ولا المستشار الجبهي يثبت لها حساباتها في اوديت فهمت يعمل اوديت في اجل قدره 25 جوان معناها باش يصب ما يسمى التصريح النهائي ديكلاراسيون ديفينيتيف. وهذايا سي ابراهيم ما بين 25 مارس حتى 25 جوان ولا شنو؟ اي ما بين 25 مارس يصب التصريح الوقتي ديكلاراسيون بروفيزوار ويقعد يعطيه 3 اشهر باش يحضر البيلون نتاعه ويحضر معناها الرابور نتاع كوميسار كونت وكذا ويصرح قبل 25 جوان بدون خطايا. هذا راهو من حق المطالب بالضريبه فهمتني ما غيرش معناها حق الشركات باش تتمتع بهالثلاث اشهر هذوما وهذا مع النص على القانون. بعد الشركات نجيو الاشخاص الطبيعيين. الاشخاص الطبيعيين اللي كانوا معناها ثم الاشخاص الطبيعيين خاضعين النظام التقديري دي فورفيتا ولا خاضع على النظام الحقيقي معناها ريجيم ريال. لي فورفيتير هذوما اذا كانوا لي فورفيتير هذوما او الخاضعين للنظام الحقيقي ريجيم ريال اذا كانوا تجار معناها تعاطون لا 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 شخص طبيعي مش شركه راه شخص طبيعي فهمتني هو معناها يسمى بالفرنسي بيرسون فيزيك مش شركه نحكينا على شركات الشركه تمثل تنجم تكون شركه ذات الشخص الواحد لكن شركه 25 مارس ونجم يكونوا شركاء اثنين في ثلاثه في اربعه في كذا العدد المحدود اما ديما يقعد اطار الشركه ذاك يعتبر شركه الاجل نتاع الشركه كي نقولوا شركه الاجل نتاعها 25 مارس طبعا مش حكيوا على اشخاص طبيعيين انا وانت انا شخص طبيعي انت شخص طبيعي ايه انا شخص طبيعي نحكي على الصيف انا شخص طبيعي انت شخص طبيعي مدام نور شخص طبيعي كي نتلموا مع بعضنا نوليو شركه فهمت كيفاش كي نجي انا وياك نوليو نمثلوا شركه انت ومدام نور شركه فهمت كيفاش وثم شركات ثم الشخص الواحد واحد برك يعمل شركه سيار فهمت كيفاش هنا نحكيو على الاشخاص الطبيعي قلنا حكينا على الشركات قلنا لازم تصب الديكلاراسيون نتاعها نجم تصب التصريح النهائي 25 مارس اذا كان جاهز وكذا لكن مادام المشرع عطاك مجال باش تصب 25 مارس في 25 مارس تصريح وقتي ديكلاراسيون بروفيزوار نحكي على الشركات راه ما يهمش الاشخاص الطبيعيين كان الشركات وعطاك اجل 3 اشهر باش تحضر البيلون تاعك وتحضر معناها رابور كوميسار كونت وتحضر وتثبت حساباتك تتمتع بالفافور هذايا امتياز هذايا طبعا مش حكيو نرجعو نحكيو على الاشخاص الطبيعيين الاشخاص الطبيعيين شكونهم مو ثم التاجر والصناعي ومزدي الخدمات والحرفي والفلاح فهمتني والموظف وهذا هذوما كل هذوما الاشخاص الطبيعيين الاشخاص هذوما فيهم مثلا اللي تعطوا في انشطه ثم فيهم الخاضع للنظام التقديري ريجيم فورفيتا وفما اللي خاضع للنظام الحقيقي ريجيم ريال داكوردو باهي كسوا شخص طبيعي هذا خاضع للنظام التقديري او خاضع للنظام الحقيقي هاي الاجال اللي مش يلزم يصف فيها التصريح نتاعو باهي اذا كان شخص من الاشخاص هذوما تاجر تاجر يلزم يصب التصريح نتاعو بالضريبه قبل 25 ابريل اذا كانوا تاجر هو تاجر ايه هو شخص طبيعي مهما كان هو تاجر وشخص طبيعي هو شخص طبيعي لازم يصب التصريح نتاعو قبل 25 ابريل من كل سنه واضح هو التصريح اللي مش يصبه نتاع العام نتاع العام السابق السابق اللي قبل صحيح دونك زيد نرجع نعاود نفس الافاده اللي قلنا لهم ما يقعدش السنه 25 ابريل باش يمشي يصب التصريح نتاعو ينجم يصبوا في فيفري في مارس في 10 ابريل 15 ابريل ما يقعدش لاخر نهار لاخر نهار في ابريل باش كيما قلت لك وفي بيناليتي يا سي ابراهيم لا بلاش بيناليتي اذا كان قبل 25 ابريل بلاش بيناليتي لكن المشكل شنو هي اذا كان يمشي نهار 25 ابريل ويلقى غلطه في الحسابات نتاعه ترجع من الجديد مش يرجع من الجديد مش يتخطى خطوه خاطر اذا كان 26 ابريل يدخل في الخطيه فهمت كيفاش واحنا ما نحبوش المطالبين بالضريبة ما يتخلصوا خطايا زيد خاطر ذيك أمور حتى الخطية راهي ما تدخلش حتى ما تطرحش على مستوى المرابيح ما تطرحش فهمتني باهي الأشخاص الثانيين ما قلنا عن التجار 25 أبريل الثانيين هما الصناعيين ومزدي الخدمات مثلا نقولوا احنا
نعتبره مثلا نجار 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 يعتبر صناعي مثلا، رحاي معناها خدمات، سكليست خدمات، مثلا محامي، طبيب، العطار، لا واش عطار، قاعة ألعاب، قاعة شاي، قهوة، هذوما كل هذوما يعتبروا معناها خدمات، فهمتك كيفاش؟ هذوما لازم يصبوا التصريح نتاعهم قبل 25 ماي. قبل 25 ماي. قبل 25 ماي. ما قلنا 25 أفريل هم التجار، التاجر شكون؟ هو العطار والخضار والجزار، فهمتني كيفاش؟ يا سيت سويت نوع هذوك من كلهم. باه ويجي في الخدمات والصناعيين يجي مثلا مصدر خدمات راح سكليست، فهمت، قاعة العاب، فهمت، هذوما الاصناف الاخرى. عندنا الصنف الثالث هما اصحاب الحرف، الصناعات التقليديه اللي عندهم بطاقة حرفية وما عندهمش كيف كيف. هذوما هذوما ينطبق عليهم الريجيم فورفيتير. الريجيم فورفيتير هو هذا الاصلي، لكن هما ينجموا يدخلوا الريجيم ريال. هي ثم شروط في الريجيم فورفيتير، ثم شروط لازمك تتوفر فيها الشروط هذا ريجيم فورفيتير. وتتوفر في الشخص معناها. في الشخص، في الشخص، في النشاط تاعك. وإذا كان ما توفرش فيه يمشي للريجيم ريال. صحيح. داكوردو؟ في الريجيم ريال ثم دو ريجيم، معناها ثم ريجيم مبسط وثم ريجيم ريال، هذاك باش يخليوه ما يمشيش طول الالتزامات اللي تطلبها المحاسبه وكذا والكبيره. يقول له اخويا هاو انت من ريجيم فورفيتير نطلعك للريجيم ريال فسامبليفي، معناها النظام الحقيقي المبسط. المبسط اللي فيه الوثائق الحسابيه وكذا مبسطه، مش هيك الوثائق اللي لازمه فيها معناها خطايا وفيها كذا، فيها التزامات صغيره نحو الاداره. واضح. عندنا الفلاحة، الفلاحة يسمي يصب التصريح نتاعو قبل 25 أوت. يمشي معناها يعمل بيلون نتاعو ويعمل كذا، وإذا كان ما طلبش بيلون التصريح نتاعو يسمي يصبو 25 أوت قبل 25 أوت. هو الأجل الذي هو الأجل الأقصى. الأقصى كما فلا. قلنا إيه. باه يجيو بعدهم الأجراء والمتقاعدين. الأجراء والمتقاعدين 5 ديسمبر. فهمتني؟ هذه الأجل نتاع إيداع التصاريح بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الأشخاص الطبيعيين. مع شكري الجزيل لكافة المستمعين. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة أستاذنا العزيز اللي دائما هكا منورنا بالمعلومة. ساعات راه المعلومة ما تعرفش منين باش تاخوها ولا تعرف شكون يدلك. والله يا نور بالحق راه الموضوع اليوم مهم برشا، سيرتو للتجار وفي القروان، وقاعدين برشا وقاعدين برشا راهو عباد قاعده مش فاهمه ولا الاخطار. انا كنت نخدم، انا كنت قبل نخدم في حانوت تاع قماش وشفت معناها العباد كيفاش كانت ماهيش فاهمه الموضوع. والله هاي فرصه، هاي الفرصه توا بالحق معناها جات في وقتها باش تفهم انت شنو ليك وشنو عليك، وقتاش تخلص وكيفاش تخلص، وشنو الشروط اللي تتوفر فيك باش تخلص كل حاجه هذيك وكل شيء. يعطيك الصحه سي ابراهيم. هذا هو الواجب، تتفادى برشا حاجات حتى نفسني انت تثقل عليك. بالضبط، هذه هو. يعطيك الصحه سيدنا العزيز ابراهيم شايبي في اشيك وش عليك. ايش ليك وش عليك وش عليك. بعد شويه باش نمشيو نحكيو ثقافه موسيقيه، فيلم حاير سيكا سينو تويتر رامي عايش ورجعينا. الحياة الثانية. انتوما تسمعوا في جوك على 93.3 مع نور من الأربعة للستة. دقائق تفصلنا على الفان الميسيون بتاعنا معاكم باش نكملوا أكيد بالموسيقى وبالثقافة الموسيقية تسويت في المحاير سيكا. المحاير سيكا ديما اكيد معنا المايسترو شكري القداح في المحير سيكا. مرحبا بك استاذنا. مرحبا نور ومرحبا بضيوفك الكرام والفريق التقني الكل. نعملوا شويه موسيقى كالعاده، نبدلوا شويه جو. اليوم باش نحكيوا على طبع تونسي اسمه راست الذيل. راست الذيل اي خاطر فما مره واحد يقرا عندي وقتها في الكونسرفاتوار قال لي مسيو راست الذيب كيف نوى. مش ذيب قلت له، لا ذيب لا ثعلب عايش وليدي، راست الذيل. واضح لانه هذا طباع تونسي وفما طباع تونسي اخر اسمه الذيل. دونك هذه خاصيه اخرى. هو طباع مزيان استعملوا المرحوم
علي البراق في اللذان فترتي القرآن فترتي القرآن ومزجوا بطبع المايا. أنا بطبيعة الحال باش اليوم مش لي باش نعمل تقسيم في طبع راس الذيل، ولكن باش نعمل حويجة نحبكم انتوما تطلعوها لي. واضحة بيش شرق غداه بالزين. ما تنساش انا اللي برا غالي فاهم بالغلط. شنو هي البارول؟ شرقي شرق غداه شرق غداه هي غداه انا قلت غداه شرقي غداه بالزين. شرقي غداه بالزين كل الملقى الملقى وين هذا غالي شرقي 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 معناه شرقي ذوريا معناه نورمال مو هكيكا تحكي على شخص ولا تحكي على شرقي غداه بالزين شرقي شرقي معناها اورينتال الانسان الشرقي غدي بالزين كل الملقاوين مو بطبيعه الحال هو معناها جاي بالزين وين باش يتلقاو هو شرقي تتصور على المحبوب اي انا متصور تصديقا لكلامه يقول الشرقي معناها عقلي غدا في 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 تلويجي على المحبوب الشرقي هنا ناخذ بها العقل نورمال هذا حسب انا نخيلها الشرقي معناها لوريونتال طلعناها ايوا طلعناها صحيح دونك راس الذيل الذيل هو طبع تونسي وفيه برشا اغاني والاغنيه هذه اغنيه ممتازه يعني غنتها المطربة الكبيرة صالحة فما أغنية أخرى حلوة زي في راس الذيل عرفتوش من هنا العشيقة العشيقة تبارك الله عليك الكل حتى من المطربة نعرفوها يا سيدي العشيقة حرقت لي قلايبي العشيقة تسلب العقول شلاقة حرقت لقلايبي يا ناري حيرتني وحيرت أفكاري خلتنا العوم في جوابي وبحرها غارق العشاقة حرقت لي قلايبي الله 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 ياسر حلوة شكرا غنيها هذه شكرا هذه غنوها برشا برشا صحيح غنوها برشا وغنية يعني موجودة في التراث مزينة برشا التونسي سمعتها برشا أصوات فنانين كيما اسمه شادي الحاجي كيما سليم الهلالي أيوة سليم الهلالي كيما اسمه راول جورنو زاد الأقطاب هذيك والأسماء هذيك في الحقبة هذيك أخذ سلاحة هي لا لا هي نتصور تراث معناها كيما جاء فيت التراث الكل معناها كيما جاء المالوف كيما جاء الواحد ولكن تيبيك ياسر الغنية هي تيبيك برشا وتحس تترجع لنا كل الأغاني متاعنا القديمة اللي يعني فيها كل الجو التونسي شوف نور باش نفتح قوس كان تسمح لي قوس صغير مرة واحد سألني سؤال يعني أحرجني به السؤال هذا هو فنان تشكيلي الفنان التشكيلي هذا قال لي الموسيقى التونسية نتاعكم نحسها يقول لي فيها خصوصية كم صعيبة شوية ما نفهمهاش ولكن نور هو مش تونسي قال لي الحاجة الباهية أنه الأغنية بعد ما نسمعها مرتين ثلاثة أربعة خمسة مرات تعجبني متغرم بها قال لي جربتها في غنيتين ولا في ثلاثة قال لي نلقى روحي وليت عندي معناها مكتبة موسيقية فيها قرابة 50 غنية تونسية سهل مقتنع يلزمني نجاوب
انا يعني يزمنا قالوا إجابة. شنو قلت له؟ انت شنو رايك؟ قلت له في الهندسه المعماريه في تونس. اه قال لي تعجبني عندكم انتم اكل شبابك اللي بالزينه. لا يحكي على الحداده. يحكي على شبابك الزلابيه. قال لي مشيت لسيدي بوسعيد وسط الدار. قال لي ومشيت لسوسه ولصفاقس وللقروان. قال لي نفس الشكل. قلت له هذيك الزلابيه يسميوهم شبابك الزلابيه. قلت له دونك الموسيقى نتاعنا فيها الخانات نتاع هذوك. قلت له ما تلقاهاش في موسيقى سخريفه هذيك. قلت له تلقاش انت النوعيه هذه نتاع الشبابك نتاعنا نتاع سيدي بوسعيد وكلقواس وذيك والكل تلقاهمش في بلايص اخرين. قل لي لا دونك هذيك تابع الموسيقى. قلت له فما خاصية تونسية واقتنع بالاجابه وقال لي بيان سور هذيك وخلاص الحمد لله. هي زاد نور فما بعجاله تصديقا لكلام سي شكري على الفن العزيز البنين التونسي ورده غنات فراق غزالي اللي هي في الرست الذيل. اما ما قدتش روحها ما قدتش بالحق والله الطابع والمزيان والمقام الموسيقي هاوش عامل ولا هاوش قابل في الشرقي نور حتى نستفادوا نكريز هذا تونسي نسمع نطور هنا هذا مش سامع لا نكريز مقام النكريز. أيوة. النكريز وقتها يولي في الشرق الكل في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان يسميوها ليه مقام النكريز. يعني هي غنيته على المقام هذا الغنية معطاها خاطر هي اللهجة حاجة أخرى حتى العازفين في القوالة في العزف وقت اللي عزفوا ما نجموش يطلعوا راس الذيل يعني أيوة. بالجمل هذية شوف التونسية الأوريجينال. شوف نور حتى السادة المستمعين يفهمونا أكثر. نفس العوارض ها؟ أي. نفس العوارض الموسيقية. ولكن الخاصية مش كما احنا نقولوا ملوخية المصارى يقولوا ملوخية. احنا نطيبوها احنا نطيبوها باللحم البقري هم يطيبوها بالأرانب. مش معنى الأرانب يقصدوا الأرانب بالضبط. هذا هو كل بلاد والشعب متاعها وعنا أكيد عنا مخزون الموسيقي متاعنا اللي يخلينا سبيسيال وعنا الأمبرانت متاعنا. يعطيك صحة المايسترو العزيز أستاذنا شكري القداح وإحنا هكا وصلنا معكم لنهاية الميسيون متاعنا لليوم. ودائما كيفاش غنيتك أنت شكر ربحت بيان سور مادام أنت اللي اخترت الميسيون. لي قالت لي من المحلة بالحق سور ايوا عملوا لنا حركة بيصيرش خويا حقك مضمون غنيتك نعديوها حتى لو كان مشاكل ماخذه بالخاطره ما اللي في بالي غنيت امنه اللي ربحت صحيح بيصيرش سيدي عاصي الحلاني هو كلها موسيقى حلوه ومشكورين اسكو اللي دائما فالمتابعه ان غران ميرسي ليكيب الكل زميلتنا امنه زميلنا شكر ليكيتي سي شكري سي ابراهيم حمزه بالشيخ ان شاء الله غدوه نتلقاو في نفس التوقيت. كنت معكم نور البيجي ما بقى لي كان باش نقول كم كي تسبو على الفخيرة جوك على 93 وتحفل العشوية 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة الثانية حفالي وجونا عالي.